Monsieur le Président, سيدي الرئيس، أود أن أستهل كلمتي بشكر الرئيس الجمعية العامة وممثل كندا الدائم على إحاطتيهما، وأشكر أيضا بحرارة وفد كندا على جهوده الحثيثة التي بذلها خلال الأشهر الأخيرة. تلك الجهود التي أتاحت للجمعية العامة اليوم ببعث رسالة قوية فيما يتعلق بالنزاع السوري في هذه الأوضاع العصيبة التي يعيشها سكان حلب، لم يكن لنا الحق في البقاء مكتوفي الأيدي، لم يفت الأوان بعد لإنقاذ حياة الأرواح ولمساعدتهم، ولم يفت الأوان تحديد معالم حل سياسي، والذي يعد كما نعلم جميعا السبيل الأوحد لوضع حد للأزمة والمأساة السورية. ذلك لقول أن الأزمة السورية يجب أن تحظى بدعم المجتمع الدولي، ونحن نعي ذلك جميعا. فحلب في قعر المعاناة ومنذ 5 سنوات، فالنظام السوري الذي يحظى بدعم أطراف أخرى لم يعبث أبدا بأرواح المدنيين، ولم يتردد في استهداف المدنيين بشكل عشوائي باستعمال البراميل المتفجرة والقنابل الحارقة والأسلحة الكيميائية، وهو ينتهك بشكل يومي القانون الدولي الإنساني وأبسط قواعد الإنسانية. سيدي الرئيس، عشرات الآلاف من الأشخاص يتواجدون في شرق حلب، والرسالة الأقوى التي يمكن أن تبعث بها الجمعية العامة هي رسالة وضع إنساني ملح. فالوضع فحلب تحت حصار منذ شهر يوليو دون التمكن من توفير الرعاية الصحية، ودون أن يتمكن سكانها من الخروج إلى مناطق أخرى. نقول أن كل الأطراف المعنية أنه بغض النظر عن كل اختلافاتنا وخلافاتنا، على المجتمع الدولي أن يتوحد لإنقاذ المدنيين حتى نتجنب قتل المدنيين، وهو الأمر الذي يحدث منذ نشوب الأزمة السورية. على كل الأطراف التي تدعم نظام الأسد أن تتحمل مسؤوليتها أمام العالم. فرنسا تحيط علما بفتح الرواق الإنساني الذي أعلن عنه الاتحاد الروسي في حلب، والآن يجب أن نتحدث عن الأعمال وليس الأقوال. يجب تمكين سكان حلب من الخروج بشكل آمن، وأن تحدد لهم مناطق يلجؤون إليها. وبغض النظر عن هذا الوضع الملاح، على الجمعية العامة أن تذكر بالقناعة التي أدت إلى إنشاء الأمم المتحدة، وهو أن المفاوضات يجب أن تغلب على المواجهة العسكرية. بعد أشهر من النزاعات العنيفة، علينا أن ننادي إلى حل سياسي يستند إلى إنجازات جنيف وإلى القرار 2254 لتمكين الشعب السوري من أن ينعم بالاستقرار. لا يوجد حل عسكري للنزاع السوري، فالاستيلاء على حلب هو هوس النظام السوري، ولكن الاستيلاء على حلب لن يكون حل للأزمة السورية، ولن يتيح ذلك مصالحة بين الشعب السوري. ما لم يغلب الحل السياسي لن يتغير الوضع بتاتا في سوريا. ستظل سوريا ضحية وفريسة للحرب، وستتنامى المجموعة الإرهابية بشكل أكبر. على الجمعية العامة التي نظمت هذا النقاش العام اليوم، عليها أن تفتح أفقا جديدا للشعب السوري، وبالتالي ستصوت فرنسا لصالح مشروع القرار الذي اقترحته كندا، ونأمل أن الجمعية العامة ستتمكن اليوم من إرسال إشارة قوية وموحدة. شكرا لكم. أشكر ممثل فرنسا الموقر، والآن أعطي الكلمة لممثل الصين الموقر.